هذا يقول إنه جاي للعمرة من تونس ناوين العمرة، ولكن لم يعرف الميقات الجحفة، تجاوزه دون نية وأحرم بعد ما تجاوز الميقات، نقول إحرامك صحيح والعمرة صحيحة إن شاء الله، ولكن يكون عليك فدية جبران عن تجاوز الميقات، يكون عليك فدية جبران تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء في مكة، وإذا لم تستطع تصوم 10 أيام عن تجاوز الميقات. نعم.